Prosaïque FM. جائز شديد قانونيا السند القانوني لمنع فيلم بشكل هذا وارد أو غير وارد ممكن أو غير ممكن ممكن لأنه أولا نعرف حاجة هذه اللي رأوا اللجوء إلى التقاضي هو حق من حق الإنسان من حق الأحزاب وجمعيات أن تلجأ للتقاضي لمنع فيلم أو منع قصيدة أو منع مصنف معينة لكن المشكلة هنا بون فما أساس قانوني أنه توطئة الدستور تحكي على أنه الدولة التونسية تساند جميع الأعمال التحرر في العالم وجميع حركات التحرر في العالم وعلى رأسها بطبيعة القضية الفلسطينية الشعب التونسي لا يزال إلى اليوم يحمل في فؤاده من الداخل القضية الفلسطينية وهذا حتى حد ما يجي ينكره لكن المشكلة أنه هل يمكن اليوم القضاء التونسي لأنه لم يصدر بعد حكمه هو وقف البث مؤقتا لكن هل يمكن القضاء التونسي اليوم أنه يقتنع بأنه هذه الممثلة هي فعلا عندها مواقف صهيونية لابد من إثبات لابد من إسناد هذه الأفعال لهذه الممثلة هل عنده القضاء التونسي اليوم الإمكانيات والتقنيات باش يطابق هذا الكلام على هذه الممثلة بالذات ينجم يكون مش كلامها أو كلامها هذا دور القضاء هل باش ينجم يخو هذا الكلام على أنه حقيقة مسلمة وعلى أنه هذه ادعاء صدر عنها هذا الكلام ثانياً أما هي إسرائيلية هذه لا جدال فيه لأنه سيم في البجن تحت هي إسرائيلية متفاهمين لكن هي المشكلة أنه ما مجندة إسرائيلية مجندة كذلك هذا لا شك فيه مدة سنتين المشكلة هذه أنه ما هي الممثلة الإسرائيلية الوحيدة ثم عديد ممثلات أمريكا من جنسية إسرائيلية والنساء في إسرائيل هم كلهم مجندات كلهم مجندات هذا الإشكال وين خيار في التجنيد الإشكال وين اليوم السند القانوني اليوم باش نوقف فيلم شنو على أساس أنه ممثلة متاعه إسرائيلية عندي سند قانوني ولا لا صعيب أنا نقول السند القانوني صعيب هنا وقابل النقاش وهنا القاضي عنده سلطة تقديرية كبرى وهنا مش صعيب عندي سند قانوني باش نوقف فيلم لأنه البطلة متاعه إسرائيلية نعم أم لا لا ما عندناش حسب رأيي اليوم المحكمة ستجتهد حسب الواضح والصريح والبسيط ليس هناك سند دقيق معناها يمنع بث فيلم فيه إسرائيلي وإحنا نعرف أنه الأصل في القانون سيمونير اسمعني بالطرف القانون اللي قريته نعرف أنه الأصل هو الحرية والاستثناء هو المنع الأصل هو الحرية لكن هم حاجة أخرى زيادة مش كبيرة أخرى القاضي اليوم هو حامي الوضع العام في البلاد يقول لك إذا كان هذا الفيلم سوف يسبب في مس بالأمن العام في البلاد إذا كان غدوة ديني مظاهرات أنا قدام في السينما وتصير لي بلبلة في الشارع التونسي فالقاضي هنا من دوره أنه يقول لك أنا ناخو قرار حتى السند متاعه القانوني صحيح 100% لكن على الأقل أحمي الوضع العام والأمن العام واضح. هنا تعرفوا وانتم تذكر بيرسي بوليس شنو صار ينجم يكون القاضي ماشي في توجه آخر وهو توجه حمائي أكثر واضح. منه قانوني يقول لك أنا نحمي الشارع قبل الحريات لكن المشلفين أنه هنا رأوا نحن معاه معناها مقاومة الكيان الصهيوني ومع القضية الفلسطينية لكن هذه عندك مشكلة أكبر من ممثلة إسرائيلية عندك منتوجات إسرائيلية يستهلكها التونسيين اليوم بشكل عادي عندك منتوجات يستهلكوهم ويحطوا في الأموال في مؤسسات صهيونية هل ترى وجود الممثلة هذه أخطر من هذه المنتوجات أم لا هذا هو السؤال المحوري اليوم واللي حتى حد توا ما ينجم يجاوبك عليه ونرجع ديما يقول لك المقاطعة لازم تكون قرار شخصي فردي ما تنجمش تكون منع لأنه المنع ما عندوش معنى هذا اللي نسوي فيه بعض البلدان بالنسبة لنا احنا المشكلة ثم منزلق آخر زادة احنا مع القضية الفلسطينية ومع الحرية هذه مشكلة فيه هل ترى اليوم ماناش خايفين القضاء التونسي يضع يده على الأفلام والقصائد والحرية والشعر والأعمال الفنية هنا مشكلة كبيرة برشا نخافوا لن تيحوا في قضاء الوصاية على الحرية هنا نخافوا حاجة أخرى نخافوا منها لو أنه هذه القضية وهذا الحكم سوف يعطي رواج للفيلم اليوم الناس ما تعرفش الفيلم عرفته واللي ما تعرفش الممثلة عرفتها وكان ولو يمنع ما تعرف كل شيء ممنوع مرغوب. فهو مرغوب فيه وبالتالي إذا كان صدر حكم بمنع الفيلم نأكد لك أن التونسيين سوف يبحثون عن هذا الفيلم
الانترنت بالالاف، وهذا اللي كنا نحكي فيه. وهذا الخطر فين؟ الخطر انه ساعات المنع يؤدي الى اللجوء الى الهروله نحو هذا العمل الفني، وبالتالي لابد من التفكير في عواقب كل تحرك سواء سياسي او قضائي او فكري. نرجع بك الفكره الاساسيه، انه الاساس القانوني لهذه الدعوه قابل للنقاش. واضح. نشكرك برشا سي منير بن صالح، يعطيك الصحه المحامي على كل هذه التوضيحات القيمه.